يلتحق بنا الشيخ فهد بن فلاح بن حذلين المشرف العام على مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل ومؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل. حياك الله يا أبو سلمان. يا هلا ومرحبا يا أبو عارف، مساك الله بالخير. الله يمسيك برضا والعافية، ومسي على زميلك فواز وعلى الأخوان جميعا المحللين. الله يحييك. وأحب أبارك للأخ عبد العزيز، مبروك يا عبد العزيز. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك وسلم، وجعلها من ذي وعلى يا أبو سلمان. ما شاء الله عليك، شوطكم كان ناري وقوي وتعبت واجتهدت وحصدت الحمد لله. وأنا أشكرك على الجهود اللي نشوفها في النادي. الله يحفظك. أنا أحب أعرج يا جماعة شوي بس على شوط البداوة وبتركها لكم يمكن اليوم ولا في يوم ثاني تقدرون تحكون أكثر. أنا ما أعتقد أن البداوة يا جماعة، يعني ما أعتقد أن البداوة بتكون أقل من كذا برأيي. طبعا حنا بنشتغل كل سنة، ينتهي المهرجان بنقعد نشتغل ثاني مرة وثالث مرة ونشوف وين الأخطاء وش اللي نقدر نعدله، ولكن أنا ما أعتقد أن الإخوان اللي طالبون ببداوة فعلا إبل ضعيفة، أنا ما أعتقد أنها راح تكون موجودة حتى في على مستوى المناطق. ما أعتقد راح تكون موجودة، أكون معكم صادق. نعم. يعني حتى المناطق بكرة إذا فتحت ومنعنا دخول الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز أو الأسماء المشاركة، فيه مزارع كثيرة موجودة فيها إبل راح تنفتح وراح تطلع إبل لأول مرة نشوفها. صحيح. وراح تكون أقيامها أنا أتوقع بالملايين ومن 500,000 وفوق. فاللي يدور إبل بداوة من 100 و50 و70 ذود كامل، ما أعتقد أن هذه بيشوفها ترى يا جماعة. نعم. أنا هذا رأيي. تسمعوني يا ابو عارف؟ نسمعك. اسمعك الله يطول عمرك. الامر الثاني احب ابارك للاخ فارس، مبروك يا فارس. الله يبارك فيك يا ابو سلمان. الله يحفظكم. اول حاجه انتم يا اهل السواحل لفتوا انظارنا السنه، يمكن اكثر من السنه من العام الماضي. سم الله فيك. لا جماهير ولا ابل ولا حماس، وحقيقة خليتونا يعني خليتونا نلتفت لكم هالسنة أكثر وأكثر. الله يطول عمرك. فابشروا بإذن الله السنة الجاية بتكون الأمور أفضل من السنة هذه بكثير بالنسبة لكم أنتم على السواحل. أيضا الله وجهك يا سلمان. وجيهكم، لأنهم للأمانة يستاهلون. الجماعة اللي شفناه الجميع يرفع لهم العقال السنة هذه. محاربين. تسمح لي الله يطول عمرك. سم الله حيك. أنا بنتهز الفرصة دام سمعنا صوتك اليوم، وهذا عيد من أعياد السنة. الله يطول عمرك. الله يطول بعمرك. أنا باسمي وباسم جميع ملاك السواحل نرفع أسماء الثانية والشكر والعرفان إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وشكر خاص لك الله يطول عمرك على جهودك اللي تذكر وتشكر في المهرجان عام، واللفتة المحمودة اللي ذكرها طيب عندنا أهل السواحل، واللي نتأمل منك الأكثر. الله يطول عمرك. الله يطول لي بعمرك. لا شكر على واجب. الله يطول عمرك. وجيتني قبل المهرجان في المكتب وعطيتني طلباتك. سم. وقلت لك بدري عليها. أنا أعتقد بعض الطلبات اللي طلبتوها أعتقد أنه حان الوقت، لكنها إن شاء الله في المهرجان الثامن بإذن الله بتشوفونها بإذن الله. الله إن شاء الله. الله يبيض وجهك. هذا من ناحية السواحل. أما يا أبو عارف، من ناحية أخوي فارس، يوم أنك تقول خلنا نهدي شوي. نعم. أنا أرجوك لا تهدي. أنا الأخ فارس يمثلني رجل ثوري بأدب، ما يخطي على أحد، مراجل موجودة دبرته كل بورة للأمانة، رجل وافي ومع ذلك حماسي من الطراز الأول. هذا يا طويل العمر والله العظيم أنا يمكن ببتدي أشجع السواحل بسبته. رجل للأمانة يمثلني 100% كذا الشيء. أنا أحب الرجل الثوري اللي تحدى وينافس لكن بدون ما تخطي على أحد ولا تغلط على أحد، ومع ذلك مسموح. فأرجوك لا تقول لنا نهدي إلا خلي الرجال ياخذ راحته. احنا يا جمهور مستانسين والله، هكون معك صادق مستانسين. يا ابو سلمان هو اليوم جالس جنب مشاري اي وكلهم ثوريين.
إيه؟ فبنحاول بس نهدي الأوضاع شوي. لا خله ياخذ حقه، مشاري اصلا انخطا عليه قبل شوي مشاري. يقول له حظ، رجال قاعد يتعب سنه كامله وتقول له حظ. الله يطول العمر. الليله يا ابو سلمان الليله عيد من هنا للساحل. ليش يا ابو ساره؟ هذا من اول شيء التفاتتك للسواحل واشادتك فيها هذا نجاح كبير. واثنين والله شف ابو ساره ما هو للامانه ما هو بنا اللي التفت لها، انتم اللي خليتوا غصب الناس تلتف رقابها لكم. الله لا تشجيعكم لا حضوركم، يعني للامانه جيتوا بشيء مشرف شيء قوي غصب. اللي ما يعرف للسواحل ولا التفت لها خليته يلتفت لها. الله يعزك. والله يستاهلون. والله يستاهلون. الله يعزك. والله انهم في خير في هذا المهرجان، وانهم مستانسين من سنه لسنه، وانه طول السنه في الساحل الكلام كله والذكر الا مهرجان الملك عبد العزيز. لا السنه الجايه ان شاء الله بنحاول نكبر مشاركتهم نطولها شوي، نبيهم يجلسون معنا يعني للامانه اذا راحوا بنفقدهم من غير شر. الله يعزك. الله يحفظكم. شاكر ومقدر لكم جميعا. الله يسلمكم. الله يبارك سلمان. طبعا يا مشاري سم طال عمرك.